السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين كلمتين مع شيماء. والله يا جماعة أنا مش مبالغ ولا أي حاجة، أما بقول لكم يعني عفن شقة على اليوتيوب أنا ما بكذبش، أنتوا هتشوفوا دلوقتي كل حاجة بنفسكم. الحمد لله على كل حال. أنتوا عارفين أنا من قريب عملت عملية كبيرة، كان عندي ورم في الغدة الدرقية وأنا اضطريت أن أنا أشيل الورم دوت وأشيل الغدة، فللأسف بصراحة ما كانتش إيدي في الجزء بتاع الريسبشن ده، خصوصا بقى أنتوا عارفين مع الكورونا كمان ما حدش بيزورنا يعني، فكنت إيه عارفين اللي هي التنظيف من على الوش. زي ما أنتوا شايفين ترابيزة الصالون مش في مكانها كده، ركناها في جنب، الزرع متبهدل، زوجي حاطط هنا كده السجادة بقى ومستغل الصالون بيقعد يصلي عليه، ولكنه واسع والمكان فيه واسع وكده، فكان بيقعد يصلي هنا ويقرأ قرآن من ايه من ساعة رمضان وكده. انا كنت تعبانة جدا، فكنت بنضف يدوب اللي هو بكنس بالمكنسة يعني كده واروق واحط المخدات مكانها وتمام. هنا زي ما انتوا شايفين طبعا ده غسيل ملموم ومتطبق وزي الفل، بس يعني مين اللي هيحطه في الدولاب؟ ربنا يبعت والله. فالشقة متبهدلة، انا الحمد لله ايدي طبعا في الجوه في الجزء اللي جوه على طول، لاني على طول بروق الاوض والمطبخ والحمام يوميا، لكن زي ما بقول لكم مشكلتي بصراحة كانت في الريسبشن من على الوش وبس. وهنا برضو بسبب الكورونا طبعا لما حد بيجي من بره بيضطر يعلق هدومه زي ما انتوا شايفين كده على كراسي السفرة او حتى الشماعة عشان نعلق هدومنا عليها، عشان لو الهدوم فيها اي حاجة ما ندخلش بيها جوه الاوض. دي اشعات وتحاليل بتاعتي ايام ما كنت بعمل العملية، فتعبت جامد جدا جدا بصراحة يا جماعة، وما كنتش بقدر اخد نفسي ابدا تحت بعد العملية، فما كنتش بقدر اشيل بقى السجاد ونفض واعمل كده. ودي علبة شوز فاضية ومضرب سكواش، السفرة وهم، طبق غسيل ما شاء الله نشرنا الغسيل وسبناه فاضي، مفيش حاجة في مكانها تمام. فاحنا هنبتدي طبعا نروق كل حاجة كده على مهلنا. طبعا النهاردة مش هنلحق نعمل كل ده لأن بصراحة كان مرهق جدا، بس النهاردة هنعمل الصالون مع بعض عشان كمان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. الصالون زي ما انتوا شايفين عايز من الأرض للسقف زي ما بيقولوا، حتى النجف متطرب بشكل رهيب. شلت أول حاجة السجادة ونفضتها كويس جدا وحطيتها في البلكونة في الشمس علشان تتشمس. انا كنت لسه غسله السجاجيد من شهرين كده قبل ما اعمل العمليه على طول، وهم ما لحقوش يتربوا لان انتوا زي ما قلت لكم ما حدش بيزور ايه حد يعني. وهنا مسكت بقى السايد تيبل الاثنين اللي بيبقوا هم جنب الكنبة الصالون من هنا ومن هنا، وابتديت دي بخاخه فيها كلوروكس الوان متخفف بميه، كلوروكس الوان تحفه بنلمع بيه اي حاجه، المرايات الترابيزات الحاجات زي دي بيلمع وبيطهر وفي نفس الوقت ما بيغيرش لون اي حاجه، وماشيه كده معايا وببتدي ان انا المع كل حاجه واخليها زي الفل. انا عفشي قديم يا جماعه، عفش، فلو سمحتوا امنعوا الضحك ماشي. دي طبعا الابليكات اللي في الحيطه ابتديت كمان ان انا بس بالراحه، لان طبعا بقيت خايفه الكريستالات تقع، بالراحه كده برش عليها برده الكلوروكس الوان عشان الازاز بتاعها يلمع، وامسحها بالقماشه كده زي ما انتوا شايفين رجعت بصراحه تلمع وبقت زي الفل. هتتنمروا بقى وتقولوا لي النجف ده من سنة 2000 قبل الميلاد، الستاير بتاعتك من ايام حتشبسوت، يعني اقول لكم والله عندكم حق يا جماعه، العفش بتاعي قديم قوي لان انا كنت مسافره ولسه جايه من السفر، وبصراحه ما جددتش اي حاجه، قلت مادام هو تمام وسليم واحنا بصراحه ما استخدمناهوش ما قعدناش عليه يعني، ما فيش حاجه مقطعه ما فيش حاجه مكسوره، فخلاص تمام خلينا ماشيين بيه لحد ما اغيره. شديت طبعا الكراسي بتاعت الصالون وكنست وراها، والزرع كده شلت طبعا ترابيزة الصالون اللي كنت ركناها في جنب وحطيت مكانها الزرع ونظمته، وابتديت ان انا كمان جبت الترابيزة وهلمعها، كانت بصراحة مردومة تراب، الرخامة اللي عليها ما كانتش باينة يعني، ابتديت زي ما انتوا شايفين كده انا اللي لمعها وكده بقى مسحت، انا ما جبتش بس وانا بمسح، عملت طبعا لمعت كل التابلوهات والكريستالات اللي في النجف ومسحت الاوضه خليتها زي الفل، والكراسي اتلمعت وكل حاجه وظبطت الايه الدنيا تمام كده، الاوضه خلاص يعني على الفرش بتاعها. عايزه اقول لكم بقى انا هنا بوريكم شقتي دي، انا بخاف منها جدا، امنيه حياتي بصراحه كده دعواتكم ربنا يكرمنا، وجوزي وافق ان احنا ناجر شقه ثانيه ونخرج منها لانه مش وافق ابدا، بس انا بخاف منها جدا يا جماعه ان احنا في الدور الثامن، مش قادره اقول لكم، بحس ان احنا طايرين كده في الهواء، في حاجه لو جه شويه هواء كده ولا شويه حاجه بحس ان احنا طايرين لفوق كده، فبصراحه اللي ما حدش يسكن في الادوار العاليه دي غير يكون قلبه جامد. بعد كده ابتديت طبعا ان انا انظم الصالون واحط فيه المخدات اهيت بتاعته،
المخدات الحاجات اللي بتلمع دي على فكرة أنا اللي عاملاها، دي كانت طرحة قديمة عندي وأنا قصيتها وركبتها كده في المخدات وعملت منها كمان مفرشين على السايد تيبل اللي على الجنب. تمام، طبعا هنا بوريكو ان كل الكراسي الصالون اتلمعت وكلها بقت زي الفل، وحطيت عليها المخدات بتاعتها. العفش والله يا جماعه عايز، انا عارفه ان هيجي لي 100 كومنت ان العفش عايز يتجدد وقديم ومن السبعينات، بس معلش استحملوا يا جماعه ان شاء الله عبال ما ربنا يكرم واجدده باذن الله. هنا كنت خلاص انا طبعا بعد كده رحت عملت بعد ما خلصت الصالون عملت الانتريه وعملت السفره، فكان يا دوب المغرب اذنت عليا زي ما انتم شايفين كده، ودوت كان وقت الايه الغروب، وخلاص بقينا المغرب. ابتديت بقى يا دوب ان انا بفرش بقى دلوقتي في السجاجيد، فرشت السجاجيد وكنت غيرت شويه في الزرع، عندي زرع تاني في البلكونه يعني، دخلت الحاجات الكتيره قوي وجبت حاجات رقيقه كده، قرنفل وريحان وده ورد بلدي. تمام، وكده ظبطت الدنيا والصالون الحمد لله انا كده على الاقل ضامنه، حتى لو شكله يا جماعه مش شيك بس على الاقل هو نظيف وزي الفل. ابتديت حطيت هنا المفرش على ترابيزه الصالون وحطيت عليها الفازه واتنين شمعدان كده كريستال، ولمعت برده الاباجوره، وهنا جبت الحامل بتاع المصحف وحطيته عليه، وزي ما انتم شايفين الاباليك واللوح يعني اللي على الحيطه، التابلوهات برده لمعتها ونضفتها، وكده خلاص الصالون بقى زي الفل. انتظروا بقى الجزء الثاني من الفيديو ده عشان نكمل مع بعض الانتري والسفره اللي هم اساسا ما يعني ما لهمش شبيه ولا مثيل على اليوتيوب كله. تمام، ويا ريت طبعا دايما تكونوا معايا في كلمتين مع شيماء، هنعمل تنظيفات كتير حلوه قوي وهنعمل روتينات كلها ان شاء الله تبقى احلى من بعضها، عشان بقى خلاص انا تعبت كتير شهرين، عايزه بقى اتشجع معاكم ونقوم نعمل حاجات كويسه ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ودايما تكونوا معايا. وكلمتين مع شيماء، مع السلامه.